شاء الله عليك يا خال قاعد مظلل تحت زيتونة متكي مرتاح. مالاش باش نعمل اخويا، هذاك هو انا نستنوا في رحمة ربي، حط لي جينا شاري نبيعوا له. كان ما فماش ينوب ربي هكا هو. اليوم خلينا نحكيو شوي على السباب. واليوم خلينا نعطيو كل واحد حقه، احقاق للحق. الفلاح نعطيوه حقه، والمواطن نعطيوه حقه، والوسيط القشار زاد نعطيوه حقه. باهي نبداو اليوم بالفلاح. اليوم الفلاح بيدو يقول لك راهو معناتها الغلاء ذا انا ما عندي فيه حتى دخل، فسر لنا هذه كيفاه. بالنسبة للفلاح والشعير هو لتر العلوش الموجود تو البركوس بصفة عامة راهو من عام نور، راهو تاع عام نور خارج من عام جافيف، راهو ما تشوفش الطريف المطر اللي صبوا السنة، صبوا السنة هذونا باش يستقبلوا العام الجديد للعام الجاي. أما بالنسبة للبركوس الموجود تو هذايا الكبير الخشين هذاك نتاع خارج من عام الجافيف عام نور، تفهم فيا؟ وبالنسبه خاطر علاش تو بالنسبه للعام عام نو العلفه والماكله اللي كلاها العلوش كلاها بالط القرط ب 40 و 35 وكلاها بالط التبن ب 25 وب 20 وكلاها 100 كيلو شعير ب 100000، فهمتني ولا لا؟ بينما السنه هي مازال تمنها، واحد يقول 8000 واحد يقول 10000 واحد يقول 6000 الله اعلم. ما شاء الله وراك قاعد نشوف في سلعه ماس السردي ذي اللي وراك نوضه لي لحظه به هذاك اي هذاك قديش طالبين فيه على ربي؟ طالبين فيه على ربي 750 اسويان في متناول الجميع. الابيض يجيك ويجيك يبيع عليك الحديد 750 والدوله بقداش سعرات واللحم 23 جيب انت اي مواطخه نبيع له ب 20 ما نبيعلوش ب 23 نبيع له ب 20 برك. لحظه برك انا تو سمعت سوم 750 سوم صحيح يعني هذاك 750 750 هذاك سوم صحيح يقولك لا غالي هذاك قديش قلت لي؟ موسيم ب 750000 انت تطلب فيه؟ ما تطلب فيه ربي خويا. راك طالب فيه 750000 هذا نتاع 750 اخرى هاك تشوف كل شيء لعينيك تفرج السلعه كيفاش انت. هذاك الفيديو هاو هاو هذاك طالبين على ربي 15% وموسيم ب 13% طالبين فيه 15% وموسيم ب 13% هذاك السردي هذاك عنده عام كامل هو يعلف هذاك الاتحاد يعطيك قنطار شعير وشكارتين نخيال 80 كيلو لحم يقولكم في 11% اسمعني لحظة ريتو الاتحاد الاتحاد يعطيك قنطار شعير وشكارتين نخيال وانت تدور من هكا تشري قنطار شعير ب 200 دينار عندك انت 50 راس كيما كي قنطار شعير في الشهر يكفيه وشكارتين نخيال يكفوه كيما هكا يقول لك سروح معناتها سارح على فم هذا نتاع سروح هذا عنده عام هو يعلف هذا عام كامل هو يعلف قنطار شعير يكفيك 50 راس هياتي ما الدولة تجيب الشعير وتجيب النخيل والدعم الفلاح هذاك تو يبيعه هو ب 800 هذا تو الناس كل تشري وتعاي كي هو يجبد من جيبه ويشري فيه قنطار مارشنوار من عند المزاودين ب 200000 باش يخلص هو حد كي يبيعه بالزملين ما يخلصش ونهاركم زين والسلام عليكم. فسرت لنا فهمنا اللي جاني لحظه وين هارب يا ولدي بصراحه اليوم المواطن التونسي اللي عنده 600 دينار يدخل بها الرحب ولا ما غير ما يقبل اصلا. والله فهم نتاع الزوالي وفهم كل شيء خيرات السبع كل موجود. ولو بالنسبه للي يجيك كمواطن شهر ويبيت متهني راقد في دار الفلاح هذا يبيت يجهر ويبيت يعس في الليل لا يسرقوه ويسرح ودويت وقرط وكل شيء ويجيبه له لهنا بالمواصل ويزيد يبيع عليه يزيد عليه الكليام مش معقول معناها هك. وكان انتم هاي مقابلتكم السلعه كان فيها حاجه دونيه ولا حاجه يعني كل شيء باين الناس كل تفرج فيها اكثر من هك ما نقولك حتى شيء. ارجع لك عام السنه القشار ماهوش لاقي روحه خلاص علاش؟ خاطر السلعه غير يا اخي القشار عنده خمسه ولا 10 ملايين باش يخدم بهم ولا حاجه ما يشرولوش ما يشرولوش البركوس يقولوا ب 1200 ب 1300 كان قبل رخيص ب 600 ب 500 يجري يجيب يجي يدبر فيه راسه بالنسبه للسنه غالي غالي ما يخدم ما يلقاش وخارج مجفيف وقرايه وما نعرفش شنو وما نعرفش وعيد كل واحد ما يلقاش روحه خلاص القشير القشير ثم قشير نعرفهم من واحد واحد قشير يشريك في 10 15 كعبه ماركه 10 ملايين 12 مليون يوفوك السويدات هذوك تويك ال 12 مليون وال 10 ملايين ما عادش يشرو 10 بلاكيس اسمع في خاطر ريت بركوس ب 1200 مثلا 10 ملايين ما يجيبولوش لازم يجي 12 مليون باش يشري 10 بلاكيس يوقف بهم يقعد 15 يوم باش يبيعهم ثم شكون هاي ثم انا بالنسبه لي كفلاح ما مانيش باش نشاريها السلعه مش نقشير اما فما هاي لا لا ما شاريهم قدام ومربيهم
فما تجار يشريك 10 كعبات من الاول السيزوها والتوشيد ما بيعش مسكين. اللي يجي قديش وقديش قديش ويخليه يتعد. هذاك وقتاش يبدا يطاف طاف في الخدمه، وقت اللي يجي ب 10 نهاير ونص نهايرين ويبيع ويعاود يجي ديماري ب 10 اخرين ويعاود نهار ونص ويبيع ويعاود كيما العاده، هذاك يسمى يخدم قشار هذاك. اما بالنسبه قشار تو مساكين خاطر علاش العباد، وحتى العباد ما ثماش هاك تشوف الزريب الكل عبوك تري واحد يشري ولا عبد يشري وكلها معبيه. بالرغم البقعه هذه فيها انقص بلايص، تمشي بلايص اخرى كبيره تلقى فيها زرايب اكثر من هذه 10 مرات. والبيوع ما فماش؟ ما فماش بيوع. قلت لي البيوع ما فماش، المواطن التونسي يقول لك انا سنه دقيقه 90 امكانيه باش يرخص شويه، والفلاح يقول لك سنه دقيقه 90 ولا دقيقه 99 راه ماهوش ناقص العلوش باش ينقص زعما ولا لا؟ لا بالنسبه للاخسار ما ينقصش وما يمش باش ينقص. وحاجه اخرى بالنسبه لي حتى عليت الذرة حتى كي نخليهم وحتى مثلا بعد العيد نخليهم بعد العيد عاد ما نبيعهمش بالرخص، خاطر متكلفين عليه غالي، متكلفين عليه غاليين غالي، خليهم نبيعهم نهار اخر للززاره ولا نعاود نربطهم ولا نصرف فيهم. المفيد ما نبيعش بالرخص. الراجل لا ما نرجعش نروح نرجعهم يعرفوا، ومازال السيزون تاع السيف وواحد يعلم به ربي واحد وبرشا حسابات في راسه. بيع ولا شيء؟ لا شير يعني نلوج على علوش العيد ان شاء الله. هاي الميزانيه نتاع قداش؟ شنو مواصفاتك ليه العلوش هذايا تفرق سالي؟ ما ثماش بح ما لكوش تلوج بغير ميزانيه؟ انا نشوفه بالعين ونشبعه فهمني. يا زين عاد راك الباكم خبي منا ولا مغلق. ما ثم شيء ولا سخويا لا ثم شيء انه بالله وامر الله يقضيها الله فهمتني. علوش السنه غالي برشا، نجم نقول لك برشا عباد ما تعيطش، برشا مواطنين ما يعيطوش. سنين نحكيو على ديفيرينس بين عاملين تاع 300 400 دينار. انا 300 700 مش زياده تاع 700 و500 كان العلوش بالزملين عملوا اكثر علوش خدم 17% 15% 14% البي بي حتى زون نص مليون مليون و200. اما السنه تشوفوا حتى الزملين زملين ونص حتى 3 ملايين موجود تباع ب 3 ملايين و600 ريت وانا 3 ملايين و600 تباع ب 3 ملايين و600 ريت وانا بعيد والله. كارت غريس ولا كاتربيلا بدنيته بكله غالي برشا. السنه اللي زوالي ما عيدش مكثرهم كلهم كيلو زوز كيلو عند الززار غالي برشا العلوش كان ما ينوب ربي فهمتني. والعباد ما عندهاش فلوس، الناس كلها ما عندهاش فلوس. زعما من هوني نهار العيد معناتها النهارين الاخر تاع العيد باش يرخص شويه العلوش زعما؟ انا نتوقع لك يغلى باش يرخص يزيد يغلى. المواطن مسيك يقول لك انا السنه دقيقه 90 طيب يرخص خاطر العلوش مش موجود، ناقص العلوش، ما عادش فلاح، الناس كلها سكنت في المدينه وما عادش فلاح فهمتني. ممكن تو نعيد وممكن عوام اخرين ما عادش تقعد عيد. تو اللي تكلموا هوني يقول لك علفه 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 وين نعلف وهم الشرها كلها قشاره سامحني ماهمش فلاح. الفلاح ما يهبطلكش الرحبه. هو نكلمك حاجه هو صحيح العلفه حتى كانوا حتى كان قشير ماخذ بالغل، حتى كانوا انسان قشير ما نقولوش احنا ناس كلها قشير فهمني، ياخذ فيه بالغل فهمني. علاش بدا السنه يخدم 11% ب 12% في الروحيه في اي بقعه في سيدي بوزيد علاش بدا السنه ولد 7 شهور ولد 6 شهور وخليه يلعب بركوس ولد عام كامل يعلف فيه وراه ما يمشيش بالحشيش ولا بالح راه كان ما تعلفوش علوش ما يوليش علوش فهمني. وراس خويا لا يولي علوش. انا حاسك توا يا فلاحي قشار انت باهو قاعد تتلف ما تحبش تعطيني صحيح. والله لاني فلاح ولا انا قشار فهمني. لا 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 الحمد رسول الله فما امكانيه قلت لك باش يرخص، قلت لي لا ما فماش حتى امكانيه باش يرخص. ان شاء الله نحن نقولوا ان شاء الله يكون في متناول المواطن. باب العائله مسيكن اللي ياخذ 800 دينار انا تو عطيتك حاجه باهي 800 اللي هو فما اللي ياخذ 500 وياخذ حتى في 400 دينار شهري، هذاك شو باش يعمل؟ يقابل به الرحبه يحطها في الضوء يحطها في الكريم مصروف داره ويمشي يمشي به. ما نجيبش يكون ما نجيبش يوفر حق علوش باش يشري. أكثر يمشوا للززاري باش ياخذوا اللحم الززار. أنا يا حليل وزيد ومزيد. كان تمشي تو أي ززار تلقى عنده ليست ما توقعهاش في راسك. تاع 3 كيلو و4 كيلو و5 كيلو هكاك ودور وراس ويخيطهم في الدار ويصبر الرب. زيد ومزيد يتنفس؟ زيد ومزيد يتنفس.